سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الثاني من التغطية من قناة المغاربية، تغطية للوضع في الجزائر في هرم السلطة. وهذا الجزء يتحدث عن مقارنة بين تجارب في الحكم شبيهة مماثلة لما يحصل في الجزائر. ولهذا كيف يقبل الكثير يسأل، كيف يقبل رجل مارس السياسة لعقود وعاصر نهايات مؤلمة لعدد غير قليل من زعماء العالم أن تكون له نفس النهايات التعيسة لهؤلاء؟ سؤال يفرض نفسه بكل قوة اليوم في الجزائر في وقت تتزاحم فيه شخصيات معلومة وغير معلومة على الاستئثار بمنصب الرئيس خلفا للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، الذي يأبى إلا التشبث بالسلطة إلى الممات بعد طول عمر. طبعا نماذج كثيرة تلك التي يمكن استجلابها من التاريخ للتدليل على النهايات التعيسة التي صار إليها رؤساء مضوا غير مأسوف عليهم، لم يزحهم عن الحكم إلا قوة الموت أو دبابة. خذ على سبيل المثال بورقيبة في تونس، فبالرغم من تثبيت بقائه في السلطة مدى الحياة في الدستور، إلا أن ذلك لم يحل دون الانقلاب عليه من طرف وزير داخلته ووزيره الأول وقتها زين العابدين بن علي، الذي كان مدعوما أمريكيا ثم فرنسيا بعد ذلك. وكذا سوهارتو في أندونيسيا، الذي حكم بيد من حديد ل33 عاما، ثم هوى بثورة شعبية عارمة هدمت أركان حكمه. ماذا ينتظر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للتنازل لمن يصلح لإنقاذ الجزائر؟ على الأقل اقتداء بالرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، الذي أصابه ما أصاب الرئيس بوتفليقة، جلطة دماغية. وكان الدستور الفرنسي يسمح له بالترشح لكنه آثر الانسحاب. هل ينتظر نفس نهاية بورقيبة؟ انقلاب من المحيطين به ثم عزل وإهانة. إذن لهذه الأسئلة والمقارنة بين نهايات كما ذكرنا لرؤساء آخرين، يسعدني أن ينضم إلي في بداية هذا الجزء من تونس الأستاذ محمد القماني، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ محمد مرحبا بك. طبعا نحن نقارن الآن، نحاول أن نقارن إن كان هناك وجه للمقارنة بين آخر أيام بورقيبة تشبثه بالحكم على اعتبار أنه من حقه دستوريا أن يبقى إلى نهاية عمره رئيسا، ثم الانقلاب عليه من المحيطين به، انقلاب طبعا مدعوم من قوى خارجية من قوى غربية. مقارنة هذه الحالة بحالة شبيهة في الجزائر، تشبث بالحكم، عدم اعتبار للمصلحة العليا للبلاد، وصراع في هرم السلطة على خلافة الرئيس بوتفليقة الآن. ما هي أهم ما ميز فترة نهاية بورقيبة قبل قليل من الانقلاب عليه؟ كيف كان وضع تونس ووضع الرئيس وقتها؟ كيف كان يمارس سلطاته وقتها؟ أستاذ محمد، أستاذ محمد قماني، أستاذ محمد يبدو أنه لا يسمعني للتواصل معه، سنحاول ترتيب الأمر. أقول أن الجزء هذا يتعلق بمقارنة حتى يفهم المشاهد بين ما يحصل في الجزائر اليوم من تشبث للسلطة، وربما البعض يقول حتى انتقال للسلطة من جهة إلى جهة رويدا دون أن يعلم أو يشعر الكثير إلا القريب ولا إلا المراقب المنتبه. يعود إلي الأستاذ محمد القماني الكاتب والمحلل السياسي معي من تونس. أستاذ محمد مرحبا بك مرة أخرى. سؤالي كان حول مظاهر وما ميز فترة نهاية حكم بورقيبة. كيف كان الرجل يحكم؟ كيف كان يمارس شؤون أو إدارة البلاد؟ وما هي الظروف التي هيأت للانقلاب عليه بعد ذلك من طرف بن علي؟ أولا في البدء نتمنى للسيد عبد العزيز بوتفليقة بالطبع طول العمر، وأن نعم. بالطبع للشعب الجزائري أيضا الاستقرار
وأن يجدوا الصيغة المثلى والأفضل لدعم هذا الاستقرار ولدعم الديمقراطية والتعددية في الجزائر. وبالنسبة للحالة التونسية بالطبع التي أتحدث فيها، كما هو معلوم الرئيس تحبيب بورقيبة الذي قاد الحركة الوطنية إلى الاستقلال وكان يحظى بشعبية واسعة رغم الخلافات التي حصلت له مع بعض زعماء الحركة الوطنية، استطاع بخطابته بعنفوانه بأفكاره الجديدة أن يساهم بقوة في بناء تونس الحديثة. لكن للأسف الشديد الرئيس تحبيب بورقيبة الذي تذكر يعني كثير من التقارير الثابتة والشهادات أنه أصيب بمرض في آخر الستينات، يعني ربما أضعف من قدراته في الحكم، اختار بعض المقربين منه أن يملكوه، يعني أن يجعلوه رئيسا مدى الحياة كما هو معروف حين عدل الدستور التونسي في 1975، وكان ذلك التعديل قضاء على روح الجمهورية التي بناها الحبيب بورقيبة واللي أساس التداول. هذه الرئاسة مدى الحياة قادت بالطبع الرئيس بورقيبة إلى أن يفقد تقريبا قدراته البدنية والذهنية على الحكم، وأن يتشبث بهذه الرئاسة مدى الحياة في وقت صح معنا أرض للعمر كما يقال. يعني التونسيون كانوا يتابعون على المباشر في توجيهات الرئيس وفي الاستقبالات اليومية، يعني الرئيس يرتعش، الرئيس يعني يتلكأ في الكلام، الرئيس يسمح معناها بشكل تقريبا يبعث على أحيانا الشفقة والضحك. وبالطبع كلما ضعفت قدرات الرئيس تحرك المقربون منه في معركة ما يسمى بالخلافة. نعم. التي كانت معركة ساخنة وقطعت ربما بالرغم من رمزي كثير من الرؤوس على طريقها، استطاع آخر رؤساء الوزراء يعني زين العابدين بن علي أن يستغل بالطبع هذا الوضع الذي كان مهيئ له الشعب التونسي ليصنع تلك الشهادة الطبية المعروفة التي تؤكد وفق أحكام الدستور بأن الرئيس حبيب بورقيبة أصبح عاجزا عن تسيير دواليب الدولة، وبالتالي كان هنالك نوع من الانقلاب الدستوري كما سمي أو الانقلاب الطبي اللي بمقتضاه يعني أزيح الحبيب بورقيبة، ولم يزح فقط وإنما أزيح في وضع لم يجد فيه تأييدا شعبيا حتى من الحزب الذي كان يترأسه، ووضع في العزلة ومعروفة النهايات يعني في السنوات الأخيرة من عمر بن علي ومن السنوات الأولى من حكم بن علي. خليك معي أستاذ محمد، سأعود إليك لمواصلة هذا الحديث والاستفادة من التجربة التونسية. الآن ورحب كذلك بالدكتور يوسف أبو عندل الأستاذ الجامعي معي من الدوحة عبر الهاتف. دكتور يوسف مرحبا بك، حديثنا حول تجارب أخرى شبيهة بما يحصل في هرم السلطة اليوم في الجزائر. الأستاذ محمد الجماني تحدث لنا عن آخر أيام بورقيبة، كيف وقع في 75 تعديل الدستور حيث صار الرئيس مدى الحياة. هذا التعديل، هذا التثبيت لرئاسة بورقيبة على هرم السلطة لم يحل دون الانقلاب عليه. إذا بحثنا عن أوجه للشبه بين المثال التونسي وبين المثال الجزائري الحالي، ما هي أهم النقاط التي يمكن أن تسجل في هذا الغرض؟ أنا أعتقد أن هناك نقطتين متشابهتين بين التجربة الجزائرية والتجربة التونسية. هناك في تونس زي ما تفضل ضيفكم من تونس أنه هناك رئاسة مدى الحياة لبورقيبة وتعديل الدستوري الذي جرى في الجزائر في نوفمبر 2008، وإن لم يتكلم عن هذا صراحة فهي رئاسة لمدى الحياة. النقطة الثانية وهي أنه الرئيس بورقيبة في أيامه الأخيرة كان مريضا جدا، وزي ما تفضل
ضيفك الكريم من تونس انه التلفزيون التونسي كان يبث صور لبوقيبه في استقبالاته الى اخره، وهذه كانت تبعت على الشفقه. نفس الشيء بالنسبه للجزائر، الرئيس بوتفليقه العام الخاص يعرف انه مريض، لم يخاطب الشعب الجزائري منذ ماي 2012. وكذلك الصور التي يبثها التلفزيون الجزائري من حين لآخر، وهناك شكوك تحوم حول هذه الصور بأنها مفبركة إلى آخره. ولكن لكن دكتور يوسف، لكن برغم ذلك، زيارة فرانسوا أولاند الأخيرة للجزائر، قرر رجل أن يتحدث مع الرئيس، يعني هناك تجاذب لأطراف الحديث بين الرجلين لمدة ساعتين، يعني شهادة الرئيس الفرنسي هذا. شهادة الرئيس الفرنسي مبنية على مصالح فرنسية كبيرة موجودة في الجزائر، ومن مصلحة فرنسا ومن مصلحة هولندا أن يقول هذا، ولكن كان يمكن، يعني من مصلحة هولندا أن يكذب على الشعب الجزائري وعلى الشعب الفرنسي؟ لا، العملية بسيطة جدا، لأن هناك مصالح كبيرة لفرنسا في الجزائر، وهذه المصالح الآن الشركات الفرنسية إلى آخر ذلك تجد مصالحها في النظام الحالي. والحكومة الجزائرية أو النظام الحالي كان ممكن أن يدير هذه سميناها الأزمة بطريقة أخرى، شيء بسيط جدا أن يطلع الرئيس ويتكلم مع الجزائريين. لا ننسى أنه قبل 2010 بوتفليقة كان يسافر إلى جميع بقاع العالم، وكان يتحدث في التلفزيون وفي خطاباته الشهيرة لمدة ساعات إلى آخره. نعم. والشعب الجزائري ينتظر منه فقط 3 دقائق أو 4 دقائق مثلا في مناسبة العيد أو مناسبة أول نوفمبر، يطلع على التلفزيون الجزائري ويخاطب الجزائريين بكلمات بسيطة، عيدكم مبروك، كل عام وانتم بخير. ولكن هذا الشعب الجزائري أو حتى الطبقة السياسية في الجزائر لم ترى هذا لفترة طويلة، وبالتالي تكثرت الأسئلة عن مدى قدرة الرئيس على ممارسة الحكم. دكتور يوسف، خليك معي لو سمحت، سأعود إليك في الغرض وفي موضوع هذا الجزء من التغطية، وهو مقارنة بين نهايات رؤساء آخرين والنهاية التي لا يتمناها أحد للرئيس بوتفليقة. الكل يتمنى أن يقع انتقال السلطة انتقالا ديمقراطيا سلسا تضمن فيه المصلحة العليا للبلد، المصلحة العليا للمواطن الجزائري. في هذا الإطار نتابع مشاهدينا الكرام هذا التقرير عن تجارب أخرى، ثم نعود لمواصلة النقاش. نقف إلى جانبه، لماذا نتمناه اليوم؟ ما جاء ببوتفليقة كبير كبير وعظيم. لا يتوانى المدافعون عن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن التذكير بالرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت، الذي حكم الولايات المتحدة في ثلاثينات القرن الماضي وهو على كرسي متحرك بعدما أصيب بالشلل. يعتقد المدافعون عن بوتفليقة خطأ أن هذه المقارنة تصلح معه، لكن الأمر مختلف تماما كما يقول مراقبون. فمشكلة الجزائر والجزائريين ليست مع مرض الرئيس أو إصابته بإعاقة، والتاريخ البشري مليء بقصص نجاحات لا حصر لها لعظماء أصيبوا بأمراض وإعاقات شتى. مشكلة الجزائر مع رئيسهم هي استمراره أكثر مما هو مطلوب في الحكم، بدون أن تتحقق آمال الجزائريين في الرفاهية التي يحلمون بها منذ استقلال البلاد. I don't believe 5 Americans in 100 knew he was paralyzed. روزفلت الذي يقارنه البعض ببوتفليقة يعتبره كثيرون من علماء السياسة والتاريخ واحدا من أكثر الرؤساء تأثيرا في تاريخ الجمهورية الأعراق في العصر الحديث، إذ قاد بلاده خلال فترة هي الأصعب في تاريخها، فعبر بها أزمة الكساد الاقتصادي الكبير في الثلاثينات، وانتصر على دول المحور الفاشية والنازية خلال الحرب العالمية الثانية في الأربعينات. فما وجه المقارنة مع بوتفليقة إذن؟ ما الذي حققه بوتفليقة للجزائريين بعدما أنفق أكثر من 800 مليار دولار خلال فترة حكمه، علما أن مداخل البلاد النفطية منذ استقلالها لم تتجاوز 1000 مليار دولار؟
هذا اقتصاديا، أما سياسيا فمصالحة التي طبقها لم ترضي الجميع ولم تكن جريئة لمواجهة قضايا عالقة وعلى رأسها الجرائم التي حدثت في التسعينات من قتل جماعي واختفاء عشرات آلاف الجزائريين. الأكثر من ذلك، تواجه البلاد مخاطر كبرى وهي تبحث عن خليفة بوتفليقة، وهو ما دفع بمجموعة من الشخصيات الوطنية والسياسية في الجزائر بينهم مقربون من الرئيس إلى دق ناقوس الخطر وطرح مبادرة لاستقبالهم والتأكد فعلا من أنه هو من يسير البلاد. إذن كيف يقارن بوتفليقة بروزفلت؟ الأحرى كما يقول كثيرون أن يقرن بوتفليقة بزعماء دول أخرى جلسوا على كرسي الحكم وهم شباب وأدركتهم الشيخوخة والمرض والموت وهم على الكرسي أيضا. ظاهرة الرؤساء الملوك التي تعيشها الجزائر هذه الأيام عرفتها من قبل أندونيسيا سوهارتو وتونس بورقيبة وألبانيا أنور خوجة وزيمبابوي روبرت موغابي وغيره من الرؤساء الذين عاشوا من أجل الكرسي، قادوا بلدانهم إلى حافة الهاوية ودمروا مستقبل أوطان وشعوب بأسرها، ولم يعد التاريخ يذكرهم إلا في صفحاته السوداء. إذا نعود لضيوفي ضيفي من تونس ومن الجزائر. الأستاذ محمد الجماني من تونس، ذكرت في حديثك عن آخر أيام بورقيبة أن حتى الشعب التونسي كان مهيئا لقبول تعويض بورقيبة بشخص آخر، لقبول ربما الانقلاب على بورقيبة من شخص آخر. لماذا كان مهيئا؟ ما الذي جعل الشعب التونسي مهيئ لقبول خليفة بورقيبة؟ الشعب التونسي كان مهيئا لأنه كان يعاين بنفسه يوميا مرض الرئيس وعجزه عن أداء مهامه والتكالب المقربين منه حول الحكم، سواء المقربين بحكم الدم يعني زوجته آنذاك وقريبته المفهومتين علي وسيلة وسعيد الساسي، وأيضا المقربين من الناحية السياسية الذي كانوا يتصارعون على معركة الخلافة وكل مرة يتغير الدستور في هذا الاتجاه. التونسيون أيضا كانوا يمرون بأوضاع اقتصادية صعبة وكانوا يمرون بمواجهة مع الحركة الإسلامية وكانوا يتطلعون إلى رئيس بالطبع مقتدر وشاب يواصل البناء الوطني الذي وضعه بورقيبة، لكن للأسف هذا لم يحصل. فهنالك زعماء يدخلون التاريخ من الباب الكبير ولكن للأسف أحيانا يخرجون من الباب الصغير، على عكس رؤساء لا أقول أوروبيين وإنما أفارقة آخرون مثل من عبد ضيوف من السنغال ومثل مونديلا رحمه الله الذي يعني عرف كيف يخرج من الحكم وكيف يخرج من الباب الكبير ويظل زعيما كبيرا. أعتقد ربما في تفاعل مع التقرير اللي كان يقال الآن أن الرئيس بوتفليقة اللي هو زعيم وطني كبير واللي هو في اعتقادي أنقذ الجزائر أيضا في أزمتها الأخيرة، لأنه كن قارنوا الوضع الحالي بما كانت عليه الجزائر يعني في العقدين الماضيين، يعني هنالك تغير كبير وعودة يعني مهمة جدا للاستقرار في الجزائر، لكن الجزائر الآن مستهدفة ومن سيناريوهات منع عديدة. نتمنى على الأقل أن يكون الرئيس بوتفليقة في مستوى هذا التحدي وأن يدرك كيف يخرج من الباب الكبير ويفسح. لكن إذا كان أستاذ محمد، إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمحيطين به لم يدركوا ضرورة المضي في هذا الانتقال السلس والسهل للسلطة الذي صار شريحة كبيرة من المثقفين من المجتمع المدني من الشعب الجزائري صار يطالب به في أكثر من مرة، إذا هذه الطبقة الحاكمة لم تدرك ضرورة هذا الانتقال السلس محافظة على الجزائر، على وحدة الجزائر، على المصلحة العليا للجزائر، ما المطلوب؟ ما الذي يعني ينتظر؟ تقرير أمريكي صادر أخيرا حتى في شهر أكتوبر هذا الماضي يتحدث عنوانه احتمال انتقال سياسي عنيف في الجزائر، طبعا بعد تلك العشرية السوداء التي ذهب ضحيتها أكثر من 250 ألف يعني ضحية. لماذا السلطة الطبقة الحاكمة اليوم في الجزائر لا تقرأ التاريخ، لا تتعظ بالتاريخ وتوفر دماء الجزائريين من أجل مصلحة الجزائر؟ يعني أنا أعتقد أن الطبقة السياسية الجزائرية تعيد دروس جيداً
وتدرك المخاطر الكبيرة المتناهية التي تستهدف استقرار الجزائر، ونحن في تونس نعرف بأن استقرار الجزائر جزء من استقرار المنطقة، بل هو عمود استقرار المنطقة بما في ذلك تونس. ودائما أملنا كبير في أن الرئيس بوتفليقة نفسه والمحيطون به يعرفون كيف يضمنون إن انتقالا سلسا للحكم، يدعم بالطبع الخيار الديمقراطي والتعددي والتنافسي في الجزائر، ويحفظ الجزائر من هذه المخلة الصعبة جدا. الأمل ما زال قائما، وأعتقد أنه يعني النخبة الجزائرية سواء كانت في الحكم أو في المعارضة هي التي تظل بطبع المعنية الأولى بأن تختار الطريق المناسب الذي يضمن استقرار. واضح، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد القماني الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من تونس. أعود الدكتور يوسف أبو عندل. الدكتور يوسف، يبدو أن هناك شبها آخر أشار إليه الأستاذ محمد القماني، وهو الشعب ربما كان مهيئ في تونس لقبول أي شخص يأتي مكان بورقيبة. شهد التوانسة في ثمانينات القرن الماضي أن رئيس بورقيبة أدم عليه، وأن وضعه الصحي الذي يظهر به في التلفزة أمام الناس يثير الشفقة، وأن الرجل واضح أنه ليس قادرا على متابعة سير عمل الدولة فصار مهيئ. هل أن الشعب الجزائري اليوم بما يراه ويشاهده من صور للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الكرسي المتحرك، وبما صار لم يعد سرا الآن هذا الصراع على خلافة بورقيبة في هرم السلطة، هل الشعب الجزائري الآن مهيئ لقبول أي خليفة للرئيس بوتفليقة اليوم، أم أن الأمر الشعب لم يتهيأ بعد وما زال ينتظر في بوتفليقة أن يقدم يعني الجزائريين؟ أنا أعتقد أنه المقاربة مع تونس نوعا ما خاطئة من هذه الزاوية، لأنه الجزائر مرت بالعشرية السوداء أو الحمراء في التسعينات إلى آخره، ولما جاء بوتفليقة أنه كثير من الناس يقولون بأن بوتفليقة جاء ومعه السلم والمصالحة الوطنية، إلا أن هناك أشياء فعلت في الجزائر قبل مجيء رئيس بوتفليقة. الشيء الثاني أنه الجزائر دولة غنية جدا، وكانت وشراء السلم الاجتماعي في العشر سنوات الأخيرة. أنا أعتقد أنه الجزائريين نعم مستعدين ومهيئين لشخص آخر جيل ما بعد نوفمبر، إلا أن أظن أنه المرحلة أو مرحلة النضج لم تصل بعد، فأعتقد أن بعد سنتين من الآن إذا استمرت أسعار البترول أو في النزول وتكون هناك مشكلة اقتصادية أكبر، صورة الاقتصاد الجزائري في السنوات المقبلة هي نوعا ما حسب المختصين صورة سوداوية، وبعد 18 شهر من الآن ستكون الوضعية كارثية. بوتفليقة لا أظن أنه يستطيع أن يفعل أي شيء في السنتين المقبلتين، لأنه يعني إذا البحبوحة المالية التي كانت تعيش فيها الجزائر في 15 سنة الأخيرة ولم تنعكس على حياة الجزائريين بالصورة الصحيحة أو المطلوبة أو المرجوة، وبالتالي لا يمكننا أن نتصور شيء آخر في السنتين المقبلتين. أعود إلى المقارنة مع روزفلت. أنا أعتقد أن المقربين من بوتفليقة يسيئون إليه ويستغبون الشعب الجزائري، لأنه فرق شاسع جدا بين الجزائر والولايات المتحدة. فروزفلت أصيب بشلل لما كان عمره 39 سنة أو 40 سنة، يعني 15 سنة أو 14 سنة قبل أن يصل إلى سدة الحكم من جهة، والجهة الثانية أن الولايات المتحدة وكان يطلع على الشعب الأمريكي في خطاباته وإلى آخره، وأي شخص يطلع على اليوتيوب الآن
يرى خطابات روزفلت. النقطة الثانية وأن الولايات المتحدة هي دولة مؤسسات، وبالتالي الرئيس لا يحكم وحده فقط، ولكن هناك مؤسسات موجودة منتخبة إلى آخره، وما وتعطي مصداقية أكثر لسياسات الأمريكية ككل. طيب واضح، طبعا نحن لسنا لدينا مشكل، أي واحد يعني يبدو أنه ليس لدينا مشكل مع أن يكون شخصا معاق، هذا قدر الله، لكن المشكل ليس في الإعاقة كما ورد في التقرير، هو في الإنجاز. ماذا أنجز هذا وماذا أنجز الآخر؟ الكثير يقول أن بوتفليقة أنجز الكثير للجزائر وعلى رأسها هذا مشروع المصالحة والسلم. الطرف الآخر يقول لم ينجز شيئا، وتاه الظرف الاقتصادي في هذه الطفرة في ثمن المحروقات، الآن ذهب المال، وبالتالي بدأت العيوب تظهر. على ذكر المؤسسات دكتور يوسف، الآن الكثير يقول لو يتساءل عن مستقبل المؤسسات في الجزائر، كيف سيكون الآن، يعني أنه معقد خاصة في إطار أو في ضوء هذا الصراع الموجود بين مختلف مراكز القرار في الجزائر. لا، أنا يعني المؤسسات مغيبة تماما عن الساحة السياسية في الجزائر. فمثلا إذا كان الوزير الأول التونسي زين العابدين بن بلعلي قام بإنقلاب طبي على بورقيبة، فهناك كثير من النادون في الجزائر بتفعيل المادة 88 من الدستور الجزائري، وبالتالي إعلان منصب رئيس الجمهورية شاغر. وكلنا نعرف أنه صار تغيير في رئيس المجلس الدستوري، وجاء مدلسي الذي هو مقرب جدا من رئيس بوتفليقة ومن تلبسان إلى آخره، وبالتالي المجلس وهناك من يشكك في حتى في ترشح رئيس بوتفليقة والشهادة الطبية التي قدمها في ملف ترشحه في 2014، وبالتالي المجلس الدستوري لن يقوم بأي شيء. البرلمان الجزائري مغيب تماما، فهناك المؤسسة الوحيدة التي كانت تصنع الرؤساء وهي المخابرات، وبالتالي فالتغيرات التي حصلت مؤخرا في المخابرات تدل على إضعاف هذا الجناح، وكل شيء الآن في يد الجيش الوطني الشعبي بقيادة كايد صالح، وهو أحد المقربين من رئيس بوتفليقة، وبالتالي أنا أستبعد أن يكون هناك أي تغير عن طريق العنف في الجزائر، لا أستبعده. كيف دكتور يوسف، يعني ماذا تستبعد؟ أنا أستبعد التقرير الأمريكي الذي قال أنه هناك يعني الجزائر سوف تعرف تغيير عنيف. أنا أستبعد أن يكون هناك تغيير بطريقة العنف في الجزائر، هذا مستبعد جدا جدا حسب اعتقادي وحسب تحديدي. طيب خليك معي دكتور يوسف، سنعود لمواصلة الحديث عن السيناريوهات المحتملة إذن في الجزائر بعد هذا التشبث بالسلطة في الجزائر. معي الآن من الجزائر كذلك المؤرخ والناشط السياسي الأستاذ أرزقي فراد. أستاذ أرزقي مرحبا بك، حديثنا حول هذا التشبث بالسلطة بالبقاء في السلطة في نفس الوقت مع عدم إنجازات يعني تذكر أو كبيرة أو أنت إنجازات في مستوى آمال الجزائريين. عملية الإصلاح الآن، للكثير يتحدث عن عملية الإصلاح، هل هي ممكنة؟ ما هي معوقاتها؟ ما هي خارطة الطريق التي لابد أن تسلك اليوم في الجزائر، وخاصة على الرئيس بوتفليقة أن يسلكها حتى لا ينتهي إلى ما انتهى إليه سوهارت، وما انتهى إليه أنور خوجة، ما انتهى إليه بورقيبة في تونس كذلك؟ أولا مساء الخير. مساء النور. أعتقد أن فكرة الإصلاح قد ولت، قد تجاوزها الزمن. نحن الآن في حاجة إلى التحول الديمقراطي الذي ينقلنا من دولة الأشخاص التي تسير بالأهواء إلى الدولة الديمقراطية التي تسيرها السيادة الشعبية. فالإصلاح لم يعد له مكان، نحن في حاجة إلى نقلة نوعية تنقلنا إلى الجمهورية الثانية، دستور جديد
يكرس السيادة الشعبية. فالحل لا أرى في الأفق حلا في ظل هذا النظام الشمولي الذي أكدت التجربة في مدة نصف قرن على أنه نظام فاشل. فهذا النظام استطاع أن يبقى طيلة هذه المدة لأنه يملك الريع. الآن ما عادش فيه محروقات والثمن يعني إلى في انخفاض مستمر. كيف يمكن إذن لهذا النظام أن يحافظ على بقائه في إدارة الجزائر يعني؟ طبعا الأنظمة المستبدة شاهدناها في العالم. هناك تجربتان، هناك تجربة عقلانية إن صح التعبير وجدناها في أوروبا، في بعض دول أوروبا الشرقية وفي بعض الدول أمريكا اللاتينية وكذلك في كوريا الجنوبية، ونشاهدها الآن في بعض البلدان شرق يعني الشرق الأقصى. فالعصب أو الجماعات العسكر في لحظة من لحظات استرجعوا وعيهم، ففكروا في ترك المجال السياسي للسيادة الشعبية. هذا نوع. أما بالنسبة للعالم العربي فشفنا ورأينا أن الأنظمة المستبدة مستعدة أن تدفع بالأوضاع نحو الانهيار إلى الجحيم مقابل بقائها في السلطة، وهذا ما نراه اليوم في بعض البلدان العربية. فلذلك المنطق يقول أن النظام الجزائري أيضا ممكن يكون على شاكلة ليبيا أو سوريا، وهو ما لا أتمناه، وهو ما لا أتمناه. ورجائي أن يكون الوضع الذي ينتظرنا مستقبلا على شاكلة ما حدث في تونس، وبالنظر إلى طبيعة الجيش يعني في الجزائر وهو جيش شعبي. طبعا أنا لا أنتظر منه أن يحدث الانتقال أو أن يغير الأوضاع، لأن هذه المهمة ليست مهمة الجيش الوطني الشعبي، ولكن إذا قرر الشعب في يوم ما أن يحدث هذا التغيير فرجائي أن يقف إلى صف طيب. الشعب. خليك معي أستاذ أرزقي، سأعود إليك. دكتور يوسف بوعندل، البعض يقول إن القرار السيادي الجزائري اليوم هو في حالة انتقال من جهة إلى جهة لا يشعر به إلا القليل من المتابع والمتابع عن كثب كذلك. هل أن الأمر فعلا كذلك أم أن السلطة القرار السيادي الجزائري ما زال متركزا في جهة واحدة هي الرئيس بوتفليقة؟ أنا أعتقد أنه القرار في الجزائر هو مركز في يد جماعة معينة. هناك من يقول بأنه المخابرات من جهة والجيش من جهة أو الرئاسة من جهة، وأنا لا أعتقد ذلك، لأنه من بارك في بوتفليقة من العودة الثانية والثالثة وحتى الرابعة هو رئيس المخابرات السابق توفيق، وبالتالي أنا أعتقد أنه المشكلة الآن في الجزائر هي مشكلة أجيال أكثر منه مشكلة الجهات في القرار. هناك الجيل القديم والجيل الجديد، يتطلع إلى أشياء كثيرة، والجيل القديم بوتفليقة مثلا ما زال يحكم الجزائر، وحتى لما جاء في بداية في نهاية التسعينات والخمس سنوات ست سنوات الأولى من الألفية الثالثة يحكم الجزائر بعقلية الستينات، بعقلية الأنظمة الشمولية. بالتالي يبدو لي أنه اتخاذ القرار في الجزائر السهرة أكثر تركيزا، هذا ما أكثر تركيزا، والمشاركين في هذا القرار أصبحوا قلة بالمقارنة بالماضي. هذا فقط.
شكرا جزيلا لك دكتور يوسف بوعند الأستاذ الجامعي، كنت معي من الدوحة. أعود الأستاذ أرزقي فراد المؤرخ والناشط السياسي. أستاذ أرزقي، في نفس السؤال، في نفس الإطار، يعني بالنظر لما يحصل في هرم السلطة، الإقالات الأخيرة لبعض الجنرالات، بل محاكمة حتى بعض الجنرالات في الجزائر، هل ماذا يعني هذا؟ يعني مزيد من تركيز القرار في جهة واحدة، أما أن هذا الذي شاهدناه ونشهده الآن هو مرحلة انتقال للقرار من طرف إلى طرف، من جماعة إلى جماعة، وبرعاية من لو كان انتقال فعلا ما يحصل اليوم؟ والله القرار لا يزال في يد الشمولية. قد يبدو الورع أن ديراس قد ضعفت، هذه المؤسسة قد ضعفت، يبدو الوضع أن كل الصلاحيات الآن انتقلت إلى الرئاسة. طبعا أنا لا أوافق على هذه القراءة، ولا أحد يقنعني أن الجيش قد ضعف، فيبدو أن ربما أن ميزان القوى قد انتقل ربما من الديراس إلى مؤسسة الجيش. فمؤسسة الجيش تبقى هي العمود الفقري لهذا النظام الشمولي. فإذا كانت الرئاسة تستمد القوة نتاعها من جهة ما، فهي مستمدة من مؤسسة الجيش. ولا أتصور أن هناك خلاف بين جنرال توفيق وبين الرئيس بوتفليقة، لأن الرئيس عندما جاء في عام 99 قال جملة مفيدة ومهمة، قالك لن أرضى أن أكون ثلاثة أرباع الرئيس. فلذلك هذا يدل على أن هناك اتفاق. أولا الرئيس يقوم بسياسة المصالحات ليحمي بها المسؤولين عن الحرب الأهلية مقابل ترك المجال للرئيس. فهذا النظام القائم هو أساسه مؤسسة الجيش. يعني بتقديرك أستاذ أرزقي أن صاحب القرار في الجزائر اليوم هي مؤسسة الجيش؟ نعم لا يستطيع. إذن ما موقع رئاسة الجمهورية الآن في هذا المشهد؟ لا يستطيع المقربون من الرئيس، لا يستطيع محيط الرئيس، لا تستطيع بطانة الرئيس أن تحرك ساكنا إلا بموافقة مؤسسة الجيش. ربما القرار غير الموقع نتاعه في هذه المؤسسة، ولكن تبقى السلطة في يد هذه المؤسسة. طيب موقع رئاسة الجمهورية في هذا المشهد الذي تتحدث عنه الآن؟ طبعا الموقع كما ذكرت لك، هناك اتفاق يعني منذ 99 على أن الرئيس تكون عنده موقع، يكون له موقع، ولكن ليس كل الموقع، جزء من الموقع، لأنه صرح من البداية أنه لن يقبل بطغيان مؤسسة الجيش على الرئاسة. هذا هو المعنى، ما نقبلش نكون ثلاث أرباع الرئيس. فلذلك استطاع أن يسترجع ربما بعض الموازين، ولكن لا زالت مؤسسة الجيش، لا يستطيع محيط الرئيس أن يفعل شيئا بدون موافقة مؤسسة الجيش. يعني إذن مؤسسة الرئاسة لها موقع، لكن ليست لها سلطة اتخاذ القرار في نهاية الأمر. يعني. نعم. لا ربما ليست كما نتصور الآن، لأن هناك من يتصور أن الجيش قد انتهى بصفة نهائية. أنا لا أوافق على هذه القراءة. واضح جدا أستاذ، هذه قراءة تبقى في نهاية الأمر، كما أن هناك طبعا قراءة أخرى. مشهد فعلا ضبابي للغاية في هرم سلطة الجزائر، كل متابع له قراءة ولها أدلتها كذلك، الكل ينتظر فعلا حقيقة الأمر، ينتظر هذه السحب أن تنجلي. أشكر الأستاذ أرزقي فراد المؤرخ والناشط السياسي، كنت معي من الجزائر، وأرحب في نفس الوقت بالدكتور إسماعيل معراف الباحث الأكاديمي أستاذ العلوم السياسية. دكتور إسماعيل مرحبا بك،
حديثنا حول تجربة الانتقال في الجزائر مقارنة ببعض التجارب في هرم سلطة دول أخرى، تونس، أندونيسيا، ألبانيا إلى غير ذلك من هذه الدول التي كان على رأسها رجال حكموا إلى نهاية أعمارهم. كيف يمكن في الجزائر وللرئيس بوتفليقة أن يتفادى هذه النهايات التعيسة لكثير من هؤلاء الذين حكموا ثم انقلب عليهم ثم ذهبوا غير مأسوف عليهم؟ أولا تحية لك ولكل مشاهديك مرحبا في العالم العربي. أنا أتصور بأنه يمكن مآل الرئيس بوتفليقة لن يكون ربما مختلف عن مآل كل من حكموا بلدانهم بطريقة غير شرعية وغير ديمقراطية، لأن مشكلة هذه البلدان بما فيها الجزائر أنها ربما أصيبت على مستوى القمة بنفوس مريضة ونخب مريضة استولت على السلطة بالقوة ولم تستطع صراحة أن تنجح في بناء الدولة، فنجحت في بناء عصابة استطاعت أن تستفيد من خيرات هذا الشعوب وتحول هذا الشعوب إلى قطيع ربما لا يتمتع إلا بالأكل والشرب، أما الحقوق الأخرى الحضارية والإنسانية مثل باقي الدنيا التي حققت تطور واستطاعت أن تنسجم وتبني دولة مؤسسات وتبني أيضا بضمن ديمقراطية استطاعت أن تجد حلول لمشاكلها بطريقة سلسة وداخل عمل مؤسساتي، وأن القانون هو يعلو فوق الجميع وقضاء مستقل ووسائل إعلام قوية جامعة أيضا قوية تخرج العقول مثل ربما ما هو موجود في الكثير من البلدان التي اتبعت النموذج الديمقراطي، تكلم على تركيا، على كوريا الجنوبية، الهند، كل هذه الاقتصادات الناشئة والتي تعتبر صراحة نماذج راقية. أعتقد أنه في الجزائر الجزائر لغاية الآن تقريبا 50 سنة هي ما زالت تحبو في إطار صراحة محاولات كثيرة لتبليغ خطاب أجوف، خطاب ديماغوجي، خطاب ربما لا يفي بالغرض بالنسبة لبناء الدولة. والآن تقريبا بعد هذا 50 سنة في رأيي بأنه الجزائر أو النظام الذي حكموا الجزائر لم يكونوا مختلفين عن الاستعمار الذي حكم الشعب، بل بالعكس رأينا بأن ربما الاستعمار تقريبا كان واضح بالنسبة لأهدافه وخططه إلى غداك، ولكن الناس الذين حكموا هذه البلاد إلى غداك أبقوا على عقلية نوعا ما مبهمة، وبالتالي إنه فشلنا لغاية الآن مثلا أنا أستمع الآن إلى الأستاذ فراد وغيره من الذين تدخلوا، لا أعرف من تدخلوا، لكن أنا نشوف بأنه ربما يعالجون دائما المظاهر الأزمة الجزائرية ولا يعالجون عمق الأزمة الجزائرية. طيب ما هو العمق؟ ما هو جوهر إذن المشكل في الجزائر اليوم؟ الجوهر صراحة هو أن تقريبا لم فرنسا لم تخرج من الجزائر سيدي الفاضل. فرنسا وقعت مع الـ مع الـ مع, الـ مع هذا التهمة الحاكمة اتفاقيات إفيان، وبعد 50 سنة فرنسا عرفت بأن هذه الاتفاقيات لم يعد لها جدوى فاستبدلتها باتفاقيات أخرى تسمى اتفاقيات فالدوغراس. في فالدوغراس عندما مرض الرئيس واجتمع كل المسؤولين الدولة الجزائرية تم التوقيع على اتفاقيات فالدوغراس التي تسمح بتقوية النفوذ الفرنسي ثقافيا وفكريا، وأيضا صراحة التسييد مقولة الجزائر الفرنسية بشكل خاص، وأعتقد أن الوقت ربما لا يتسع ولكن مظاهر الجزائر الفرنسية موجودة على كل المستويات. طيب لكن يا دكتور إسماعيل، دكتور إسماعيل، أليس ربما يقول البعض أليس من المجحف ربما تحميل فرنسا كل هذا البؤس ربما الذي تعيش فيه الطبقة الحاكمة في الجزائر؟ هناك دكتور إسماعيل، دكتور إسماعيل عذرا، هناك فئتين، مجموعتين، جماعتين الآن يتصارعان على من يخلف بوتفليقة. هل كلا الجماعتان مدعومتان من فرنسا، مدفوعتان من فرنسا؟ لابد أن يكون فرنسا لها طرف وطرف آخر يدعم جهة أخرى كذلك. يا رجل، أنا عندما أتكلمت لم أحمل فرنسا المسؤولية، أنا باحث أكاديمي أتكلم على
مثل ما أراها، لأن تقريبا الجزائر بعد كل هذه السنوات إلى غداك لم تخرج صراحة من عباءة فرنسا. والمشكلة هو أنه مثلا أعطيك مثال، كثير مثلا من الذين يتكلمون وينتقدون السلطة كانوا نواب في برلمان السلطة، وكانوا نواب في مجلس الأمة للسلطة، واقتنوا من هذا السلطة وساهموا صراحة في أنهم ساعدوا السلطة على أن هذه السلطة بين قوسين تبقى. وبالتالي أنا نشوف بأن المصير البلد هو بيد فرنسا، أما أن هؤلاء اللي تكلمت المجموعات إلى غداك ليست إلا صراحة تشبه الراقصات في حفل. طيب دكتور اسماعيل، ينتظرون فقط من فرنسا تختار من تساعده على يعرضون انفسهم، معرض يعني يعرضون انفسهم جيد وفرنسا جيد هي التي تختار. دكتور اذا اسماعيل، هناك الان الكثير يتخوف يتحدث عن شبح انتقال للسلطة غير متحكم فيه، كيف يمكن اليوم في الجزائر أن نتجنب انتقال لسياسي عنيف؟ كيف يمكن، ما هي الطريقة التي لابد أن تسلك الآن لإخراج الجزائر من أزمتها يعني؟ لا شوف، أولا أستاذ لازم تعرف حاجة، تعرف يقولوا للكعبة رب يحميها. الآن أستاذ المصير، نشوف الجزائريين عندما كنت أتكلم أنا من سنوات وتم ربما إلغاء إقصائي من كثير من القضايا إلى غداك، وكنت أقول بأنه لابد لهذه النخب أن تتحرك، ولكن تتحرك باتجاه واعي وليس باتجاه فلكلوري مثل ما فعلت المجموعة الـ 19 أو من ما تفعل المعارضة. التحرك كان بعصيان مدني حقيقي يدعو لكل الجزائريين لابد أن لا يخرجوا للعمل، لابد للجزائريين أن يحتجوا احتجاج سلمي، وربما يفتحون صفحة بإخراج البلد من أزمته. أما البقاء على نفس العهد إلى غداك، أعتقد أن فرنسا ترتب كل شيء ولديها من الأذناب والأعوان، ونقول لك يعني ربما حاجة مفاجأة، يعني حتى الأسرة الثورية ممثلة في وزارة المجاهدين وكل المنظمات التي تدعي الدفاع عن الشهداء والوطنيين إلى غداك، كلهم أيضا صراحة أنا أعرف معلومات خطيرة يتعاملون مع السفارة الفرنسية ويتعاملون مع المؤسسات الفرنسية بما فيها الأحزاب إلى غداك، وتعطى لهم الفيزا بسنتين 3 سنوات 4 سنوات، ثم يذهبون لكي يقدموا مشاهد بايخة عن 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 المعارضه وعن كذا الى غداك. المهم هو انه من اجل ان هذا السلطه الطاغيه الباغيه تبقى موجوده في الحكم. وبالتالي انه الان انظر الان، يعني هل عندما يتكلم الامين العام لحزب التحرير الوطني بين قوسين، انا نقول امين عام بين قوسين، وهذا حزب الذي يسمى جبهه التحرير بين قوسين، يعني يقول ان الشعب الان لا يمكن ان يتبع من يقوم بالتغيير. هو يعرف جيدا بانه الشعب الجزائري أصبح صراحة في وضع المخدر والنائم، ومن الصعب جدا أنه يتحرك هذا الشعب، لأنه يعرف جيدا أنه حتى دكتور إسماعيل التي كان أود منك تعليق في النهاية على ما أشرت إليه، رسالة أمضى عليها 19، البعض منهم كان قريب من السلطة بل كان يمارس السلطة في وزارة أو شيء من هذا، البعض منهم طبعا بعيد وحتى عن السلطة، المهم 19، ماذا بداية ماذا عن توقيت هذه الرسالة بتقديرك؟ ماذا أثرت في هذه الرسالة؟ هل أزعجت الصندوق الأسود كما يسمى في الجزائر؟ هل أزعجت من هو في السلطة اليوم هذه الرسالة؟ أم أنها رسالة عابرة ككل رسائل التي توجه من أطراف كثيرة تقريبا دائما وأبدا في الجزائر؟ أشوف أولا أنا قدمت قراءات لهذا الرسالة في كثير من وسائل الإعلام، وقلت من الوجه الصريح، يعني أولا هؤلاء أنا في رأيي هم في خدمة الرئيس وفي خدمة السلطة وفي خدمة أجندة النظام بشكل أو بآخر. أولا نحن تعلمنا أنا تعودنا يعني في الجزائر بأن النظام يختلق الأزمات لكي يسير الأزمة، وبالتالي أنه لا يترك الرأي العام هكذا يفكر في مصيره الحقيقي، فهو منطلقا من أزمة القبائل إلى أزمة غردايا إلى أزمات كثيرة إلى هذا المجموعة 19، لأن عندما يريدون أن يعرفوا صحة الرئيس هذا ضحك على الذقون، وهذا كذب على الملأ، وهذا أيضا احتقار لكل العقول،
لأن أي مواطن بسيط. أنا أبويا، أنا والدي عمره 80 سنة، عندما يروح يرى الرئيس فيقول والله هذا عيب وعار، إنه يعني السيد ميت وهم يحاولون أن يحيي المومياء. يعني أبيض الرئيس، ليس الجزائر ليس بها رئيس، الجزائر ليس بها رئيس. إذا من صاحب القرار يا دكتور؟ من صاحب القرار في الجزائر إذا؟ صاحب القرار هي فرنسا أستاذ. مرة أخرى أنا أعود إلى فرنسا. ودرسي أستاذ. نعم. الناس انا مش عارف، يمكن اعتقد انه كل انا قرات كل نظريات العلوم السياسيه والقانونيه في القانون الدستوري لغداك من موريس جيفرجي وغيره، الامور واضحه عندما تعرف بان لا يوجد هناك سلطه في بلد ما، اكيد ان من يحمي هذه السلطه من كل طيب حالات فرنسا من رجال يا دكتور اسماعيل استاذ، هل كانت بعيده عن الوضع في ليبيا وسوريا حتى لا تفجر؟ اذا فجماعه هذه القوى لا يحتاج الى ان يكسروا الجزائر بالعكس هي مكسره قبل ان تكسر. شكرا جزيلا لك دكتور اسماعيل معراف الباحث الاكاديمي استاذ العلوم السياسيه، كنت معي من الجزائر عبر الهاتف، كما اشكر كل من ساهم معنا في النقاش في هذا الجزء الثاني من التغطيه. طبعا التغطيه لا زالت متواصله مشاهدينا الكرام مع باقي الزملاء، وغدا كذلك نواصل الحديث عن ازمه السلطه في الجزائر وعن من يحكم من بيده القرار في الجزائر. التغطية كما قلت متواصلة مع باقي الزملاء، أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.